طب ايه اسس الاختيار؟ اختار مين؟ بصوا، ما اختارش مين قال عليه النبي، ما تاخديش وما جات صحابيه تساله وتقول يا رسول الله يعني فلانه انا متقدم لي كذا وكذا، فقال لها ايه؟ قال لها ده فلان اللي متقدم لك ده معلق صوته يعني دراب، والتاني بخيل. صفتين لو اتوجدوا في الراجل كارثه كارثه، مفيش جواز، ده تبقى جنازه ويبقى مشاكل ليل ونهار وبتاع بتاع، بيضرب ما بيحترمش صليت اللسان، بخيل، بخل مادي وبخل مشاعر، كارثه كارثه. طيب ايه الحل؟ الحل اختاري صح، بلاش البخيل ده خالص، واسال ان نسال، وتبعتي ابوك وتبعتي اخوك في مكان العمل ومكان ده ومكان ده ومكان الشغل ومكان الجيران، وتساله اساله، خلي الرجاله بتاعت العيله تسال، لان هي ده عشره عمر، مش هتقعدي معاها 25 سنه ولا 30 سنه، قاعدين فوق ال 50 سنه مع بعض، صح ولا لا؟ فيعني قاعدين في يوبيل ذهبي وفضي، يعني حاجه. شاهد ان الصفتين دول لا. طيب ايه كمان لا؟ الكذاب، ابدا الكذاب اصلا ملوش، ما بنتعاملش معاه. الهوائي، المخادع، الكلامنجي، البصباص بتاع الحريم اللي عينه هنا وهنا 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 وهنا، اللي اول ما دخل وخطب وكتب كتابه راح يقول لها اعملي حسابك، يعني انت على راسي وكل حاجه، بس انا هتجوز عليكي ممكن يعني شهر بعد الدخله شهرين، لكن انا موضوع هتجوز عليكي، هم لسه عاقدين مثلا، يعني دي تكسر فرحتها. يعني انتوا بتعملوا الشرع يعني؟ يا عم ما بنعملش شرع ولا نيله، بس يعني اختيار الاوقات والكلام، وانت من بدايتها وانت لسه شفت العروسه هتعمل معاك ايه عشان تقول انا هعدد عليها، يعني مش 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 فكره التعدد دلوقتي، لكن فكره هو انت لسه شفت ولا جربت عشان تقول دي كذا ولا دي كذا، عشان يعني حاجه صعبه قوي. طيب الدب لا، الهوائي لا، البصباص لا، الكلامنجي، الكلامنجي ده انا هعمل لك وهسويكي وهعمل وهسوي وكذا وكذا وكذا، وبعد ما يقول ولا هيعمل ولا نيله. يا عم انت مش متفقت مع الرجاله تعمل كذا؟ ودي من الاخطاء اللي بتقع فيها، وهنقولها دلوقتي الاخطاء اللي بتقع فيها البنات، بما اننا بنكلم بنات اثناء فتره حتى الاختيار عدم، يعني لسه ما قررناش هو ولا لا، وهقول لكم ايه. لكن خليني اقول لك، طب مين طيب يعني اللي ناخد؟ ما انت ردونا ايه؟ دينه وخلقه، واحفظوا كده الاثنين، دين الصلاه والعبادات وبتاع والمساجد والدنيا وحرص رب خي، لا بنقول له الله عز وجل والحاضر الله نعم سمعا وطاعا يا رب، من ترضون دينه وخلقه، لازم الدين يبان على الخلق، ما ينفعش دين لوحده، ما ينفعش يبقى دي ما شاء الله عليه مصلي والزبيبه في راسه قد كده اهو، طب وانا هعمل ايه؟ وشفت لحيته ولا شفت بغض، وانا هعمل بده ايه؟ ده لنفسه تعاملاته ايه بقى؟ الدين معامله، يبان الدين في الخلق، يبان الدين في الكلام، يبان، مش الضبش، مش يم كده اللي قدرت عليه تعمله في العزومه، يا نهار ابيض هي دي اللي امك قدرت عليه تعمله في العزومه، هو انتوا ناويين تعملوا لنا ايه لما نيجي انا واهلي؟ كارثه، بتبقى كارثه. طيب يبقى الدين والخلق ويبان ده على اثر التعامل، طيب الكلام، لين، هين، لين، سهل، متواع، ده المؤمن، صفات المؤمن، مش سباب، مش لعان، مش فاحش القول ولا بذيء القول، كريم كريم وغيور على اهل بيته، مش الغيره المرضيه ولكن غيور، اتعجبون من غير السعد، والله لا انا اغير من سعد، والله اغير مني بتاعتي زوجتي، مش يلا كده البسي لنا يا حلوه ويلا كده مش عارفه اعملي لنا ايه وتعالي لنا بقى وانت مقطقطه وانت كده عشان صحابي واتباهى بيكي في وسط صحابي، كارثه، مش راجل ده. طيب يبقى اختار من ترضون دينه وخلقه. ايه كمان؟ ابص واشوف تعاملاته مع حريم العيله عنده، اخباره مع عماته ايه، مع خالاته، مع الجده، مع الام، مع اخته، اخوات بيه بيعمل ايه، هو ده. طيب شفت التعاملات، سالت التعامل المادي في الشغل مع الناس مع الجيران بيقولوا ايه عليه، لازم الحاجات دي،
وابعد عن اللي احنا حذرنا منه.